منتخب الأردن في مشاركاته السابقة اجتاز دور المجموعات مرتين وهذه هي المرة الثالثة ولكن هذه المرة يريد أن يذهب إلى أبعد من ذلك ينفذ الخطأ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام بهاء عبد الرحمن بهاء عبد الرحمن الله عليك يا كبير الله عليك يا متخصص في البعيدة يا بهاء في البعيدة يا بهاء أيوة يا بهاء أيوة يا بهاء خلي المدرجات تهيج تهيج والنشامة تفرح تفرح 1-0 للنشامة قلت أن لديه سوابق بالكرات الثابتة هز العارضة الأسترالية وهدفه بمرمى السعودية أيضا لا يمكن أن ينسى مدفعج الكرة الأردنية صاحب الخبرة الطويلة بهاء الحكم حسبها من برا أوكي يا حكم نفذناها من برا وفي البعيدة يا بهاء وفي البعيدة يا بهاء روعة روعة يا نشامة 1-0 1-0 للنشامة التفوق أخيرا يترجم قلنا أننا يجب أن نترجم حركها يوسف أطلقها بهاء في البعيدة يا فان لام فان لام ولا حتى فان دام يتمكن من التصدي لهذه الكرة 1-0 رابع أهداف منتخبنا رابع خامس عاشر عشرين معلش معلش حقيقة كل منتخب عربي نقول عنه منتخبنا فالعروبة تتكلم في عالم كرة القدم الأردن 1 فيتنام لا شيء قذيفة بهاء عبد الرحمن في البعيدة الله الله الله